أجمل تحية نهديها لكم أعزائنا مشاهدي قناة كويت سبورت في كل مكان، ويسعدنا أن نكون معكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي عالم الصحافة لتسليط الضوء على أبرز ما طلعتنا به الصفحات الرياضية لهذا اليوم من مواضيع متنوعة. وقبل البدء بمشوار حلقتنا لهذا اليوم يسعدنا أن يكون معنا الصحفي الرياضي بجريدة السياسة الأستاذ خالد العنزي للتعليق على بعض الأخبار المحلية. أستاذ خالد رحب فيك وأقول لك مساك الله بالخير معنا. مساكم الله بالخير، رحب فيكم فواز، رحب بالسادة المشاهدين، حياك الله. طبعا مشاهدينا دائما ما تكون البداية في برنامج عالم الصحافة بالصحافة المحلية. عبر المدرب الكرواتي مشاهدين الكرام للملكي مدرب الملكي عن رضاه التام بالمستوى الفني الذي قدمه الفريق في لقاءاته الأخيرة بدوري فيفا، مؤكدا بأن الأصفر مطالب بتحقيق الفوز بمواجهاته المقبلة للظفر باللقب. وفي سياق الحديث عن شؤون الكرة بالقلعة الصفراء، فقد أشارت مصادر بأن المحترف الغيني السابق للأصفر قد وضع على لائحة الأسماء المطلوب التعاقد معها للموسم المقبل. أبدى الكرواتي داليبور ستاركوفيتش رضاه عن ما يقدمه فريقه بالفترة الأخيرة، مؤكداً أن الصراع على لقب الدوري يزداد إثارة مع كل جولة جديدة، مبيناً أن المواجهات الخمس المتبقية للأصفر لا بديل خلالها عن الفوز من أجل الاحتفاظ بلقب دوري فيفا. وشدد أن الضغوطات تزداد على لاعبي الأصفر مع كل مباراة جديدة، إلا أنه يثق في قدرات وخبرات لاعبيه الكبيرة والتي تمثل العامل الأهم بالمراحل المتبقية من عمر الدوري في السباق المحتدم على لقب الدوري. ذكرت مصادر قدساوية أن اللاعب الغيني سيدوبا على لائحة الأسماء للتعاقد معهم في الموسم المقبل، بعد أن ذهب أحد لاعبي الفريق في الموسم الماضي وغادر إلى أوروبا للاحتراف في الموسم الحالي. ويشغل سيدوبا مركز صانع الألعاب في خط الوسط، ويملك إمكانيات هجومية تساعده على التسجيل والاختراق، وتم طرح اسمه مرة أخرى في حال عدم التجديد للأرجنتيني بلانكو أو دا سيلفا. وقالت المصادر أن سيدوبا المتواجد حاليا في سلوفاكيا أبدى موافقة أولية، وأنه في اشتياق للدوري الكويتي. إذن مشاهدينا، مثل ما قلنا يمكن في حلقاتنا السابقة، أن دائما الصراع على دوري فيفا هذا الموسم منحصر بين القادسية والكويت، وكل يوم نشوف مرة الكويت يأخذ الصدارة ومرة الملكي القدساوي يأخذ الصدارة. لكن خالد، يعني شلون تشوف حظوظ الأصفر بالظفر لقب دوري فيفا هذا الموسم، عطفا على ما يقدمه من نتائج وايضا من استحقاقات قادمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الوضع الحالي للدوري او صداره الدوري الكويتي بين القادسيه والكويت اشبهه بصداره الليغا الاسبانيه بين ريال وبرشلونه، هذا يتصدر جوله، هذا يرد يتصدر صحيح. جوله. طبعا لا تزال الحظوظ قائمه بين القادسيه والكويت، او حظوظ القادسيه خلينا نتكلم بشكل اكبر في تحقيق لقب الدوري. القادسية تفوق بنقطة على الكويت، إلا أن الكويت لديه مباراة مؤجلة، في حال فوزه راح يتقدم على القادسية فرق نقطتين. الفريق مستواه متصاعد الفترة الأخيرة، قدم مباريات قوية، صنع وسجل أهداف كثيرة مقابل تذبذب في مستوى نادي الكويت. اللي راح يحسم على وجهة نظري اللي راح يحسم الصدارة أو راح يحسم اللقب هو مواجهة الفريقين المباشرة في الدوري. مع احترامي الباقي المواجهات، لان المواجهه هذه اللي راح ترسم شكل البطل عندنا في دوري فيفا.
لو نروح للمباريات القادمة لفريق نادي القادسية، يمكن الجولة هذه ما لها مباراة القادسية. نعم. صحيح؟ نعم. في لكن في الجولة القادمة راح يكون لقاء مع السالمية. مع السالمية. أيضا يعني لقاء ما هو بسهل لفريق نادي القادسية أمام فريق السالمية، اللي عادة يعني يمكن عودنا يعني يفاجئنا في 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 مثل هذه المباريات بين الكبار. في نقص في صفوف القادسية من حيث الإصابات، في غيابات. طبعا بفواز القادسية يعاني من غيابات. طبعا المران الأخير أصيب بمساعد ندف كبنة، عبد العزيز المشعان دخل التدريبات الجماعية إلا أن لياقته لا زالت يعني هابطة، يحتاج إلى فترة طويلة يستعيدها. عندك محمد الفهد غايب عن الفريق، محمد خليل يحتاج لبعد أسبوع. اللي نفع القادسية حاليا هو غيابه عن الجولة المقبلة، اللي هو باي بالجولة المقبلة هذه، يعني راح تعطي مدة تقريبا 7 أيام 8 أيام أو 10 أيام. خلال الفترة هذه ممكن يعد المصابين ويجهزهم لفترة استشفاء أطول. نعم، فترة استشفاء يستعدون حق المباراة القوية مع السماوي. لو نروح إلى يعني موضوع آخر، والتقارير اللي ذكرتها الصحافة أيضا أن هناك نية لعودة سيدوبا محترف القادسية السابق يعني مرة أخرى للاحتراف في صفوف الملكي، مدى صحة هذا الخبر؟ هو الخبر صحيح، يعني هم في مفاوضات أو التعاقد مع سيدوبا، لكن في نقطة مهمة راح تقف عائق أمام هذه الصفقة اللي هي العائق المالي. في ظل ما يعانيه نادي القادسية من نقص في الموارد المالية، أتوقع أن القادسية راح يلجأ إلى بعض أعضاء الجمعية العمومية أو بعض الشركات المساندة للفريق لدعم هذه الصفقة، خصوصا أن القادسية يعني بصدد التجديد لسيلفا وبلانكو اللي قدموا مستوى رائع من القادسية الموسم هذا. طبعا سيدوبا لاعب سابق، لاعب الملكي وعنده سي في جيد مع الفريق وصاحب خبرة، لكن رد ونقول أن العائق المالي حق صفقة سيدوبا وحق تجديد بلانكو وسيلفا راح يكون عائق كبير قدام القادسية إذا ما لقوا ممول مالي لعقد هذه الصفقات. خالد، يعني هذا السؤال دائما يطرح، يعني المحترف إذا ما يعني ذهب من النادي اللي احترف فيه أول مرة ورجع له مرة ثانية ما يكون في نفس المستوى المأمول اللي ظهر عليه في المرة الأولى مع النادي، هل يعني سيضيف سيدوبا شيء إذا ما يعني في هذه الأوضاع اللي يعاني منها القادسية إذا ما أتى القادسية وتم التعاقد معه؟ طبعا بفواز اللاعب إذا لعب مع فريق لأول مرة عنده طموح أنه يقدم شيء، اما اذا رد مره ثانيه يكون الطموح اقل، يعني عرفت، يكون فهم الدوري وفهم اللي قاعد يصير في الدوري. سيدوبا راح يضيف القادسيه، مو ما راح يضيف القادسيه، دائما صفقاته تكون ناجحه وممتازه، لكن بوجود يعني بلانكو بوجود سيلفا بوجود بدر مطوع ما راح تكون لسيدوبا المساحه اللي كان ياخذها اول في اللعب وفي في في تقديم الافضل، لكن الايام الجايه راح تبين. يعني هذا ما تخلي يعني هالامور هذه ذكرتها، وجود المحترفين ويعني العناصر اللي ما تعطي الفرصه الكامله انه يلعب يعني وقت كامل، ما تعطي الفكره انه يعني يمكن يغير رايه ويدور له نادي بحيث انه يلعب فيه فترات اكثر؟ ممكن، خصوصا الدوري يعني شارف على الانتهاء، يعني احنا بالنهايات، يعني انا ما بدي خمس او اربع مراحل تقريبا، يعني حتى لو بتجيبه باي مرحله وشنو بيقدم يعني على ما ينسجم مع الفريق، لان الفريق حصل فيه تغييرات كثيره من يوم راح سيدوبا، لكن نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في المباريات الجايه. عموما خلينا نروح مشاهدينا الى طائفه اخرى من اخبارنا الرياضيه المحليه في الصحافه المحليه، حيث اشاد احد مسؤولي الكره بالجليب بالقياده الناجحه لمدرب العنابي في لقاء الاخير امام احمر الشمال، والتي ساهمت بمنح العنابي نقاط المباراه وبالتحول لآخر مستجدات كرة اليد، بأن عشاق كرة اليد اليوم مع قمة مثيرة تجمع العميد والقرين في نهائي بطولة الكأس، ويأمل العميد الحفاظ على لقبه وانتزاع ثنائية الدوري والكأس هذا الموسم. وفي شأن آخر، فقد قدم نائب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء مكافآت مالية مجزية لنجوم فريق السلة بعد تتويجهم في بطولة الكأس. أكد مدير الكرة بنادي النصر خالد الشريدة أن قراءة مدرب الفريق ظاهر العدواني وتدخلاته وراء فوز العنابي على الصليب خات ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري، مشيدا بالدور الكبير للعدواني على رأس الجهاز الفني والعمل الرائع الذي يقدمه منذ بداية الموسم. وقال الشريدة: كانت مباراة النصر صعبة أمام الصليب خات الذي قدم مستوى مميزا وأحرجنا حتى الدقائق الأخيرة التي شهدنا خلال
خلالها تدخلات مهمة للمدرب الوطني ظاهر العدواني وليونة تكتيكية غير اعتيادية ساهمت في عودة فريقنا وقلب تأخره إلى انتصار. يتطلع فريق الكويت لكرة اليد لفرض هيمنته وتحقيق الثنائية الرابعة له على التوالي عندما يلتقي في 6:30 من مساء غد غريمه الجرين الطامع في الظفر باللقب الأول في تاريخه في المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد، والتي يسبقها في 5 مساء مباراة تحديد المركز الثالث والتي ستجمع بين العربي والصليبخات. أشاد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الكويت خالد الغانم بالجهد الذي بذله الأبيض لاستعادة لقب الدوري والكأس، وقال الغانم النية كانت معقودة في بداية الموسم الحالي لتعويض الخسارة الفادحة في الموسم الماضي بعد خسارة الدوري والكأس، وأضاف إن إصرار اللاعبين ورغبتهم والمنظومة كاملة في العودة إلى منصات التتويج تكلل في نهاية الموسم الحالي بالنجاح. وقد قدم الغانم بعد هذا الإنجاز مكافآت بواقع 6000 دينار لكل لاعب إلى جانب مكافآت الأجهزة الفنية والإدارية. إذن مشاهدينا عطفا على الخبر اللي ذكر فيه تميز المدرب الوطني ظاهر العدواني مع فريق النصر، خالد شلون تشوف قيادة ظاهر العدواني لهذا الموسم لفريق النصر والمستوى اللي ظهر فيه بهذا الموسم؟ طبعا كابتن ظاهر قدم مستوى كبير مع النصر، مو الموسم هذا، الموسم اللي طاف خرج بتوليفه ممتازه للفريق، خليط من عناصر الشباب والخبره اضافه مدعومين بلعيبه محترفين. طبعا ما نقول اللعيبه المحترفين للسوبر، لكن اللي قدروا يخدمون تكتيكه في الملعب. الموسم اللي طاف النصر احتل مراكز متاخره، لكن الاداره وكابتن ظاهر كانوا شغالين على هذا الفريق فتره طويله، تحمل نقد الصحافه، تحمل هجوم الجماهير عليه، لكن ردينا السنة هذه وشفنا النصر بشكل غير، شفنا العنابي بشكل غير، شفنا العنابي قدم مستويات، صعد إلى مراكز متقدمة في ترتيب الدوري. هذا طبعا إلى جانب دعم مجلس إدارة نادي النصر لهذا الفريق. هذه الأمور جعلت من الفريق، يعني احنا دائما نقول اصبر على الفريق، يعني خصوصا من الفرق، ما نقول الفرق الكبيرة، الفرق نفس النصر متوسطة المستوى، اصبر عليه، ما يتغير الجهاز الفني بالموسم مرتين، ادعم الفريق بلعيبة شباب ومحترفين، انطر عليه موسم موسمين راح تلاقي الفريق قاعد يقدم مستويات كبيرة. اللي قاعد يصير مع العنابي السنة هذه نتاج جهد كبير قام فيه الكابتن ظاهر العدوان الموسم اللي طاف، ونتمنى له التوفيق في المتبقي من الدوري. لكن بعض المرات هذه الجهود اللي يقوم فيها الجهاز الفني اخوي خالد دائما يعني ما تحبط بعملية الاستغناء او بيع اللاعبين والحصول يعني على مبالغ من خلال التنازل عن هؤلاء اللاعبين لأندية اخرى ترغب. تتوقع ان النصر يعني سوف يقع في هذا الخطأ اللي وقعت في أندية في السابق بأنها استغنت عن نجومها؟ لا بالعكس، النصر ما اتوقع انه راح يستغني عن لعيبته، النصر من الفريق اللي حافظ على لعيبته، وفيهم شغله مميزه حلوه العنابي، ان افضل فريق يجيب صفقات لعيبه محترفين، صحيح، يعني ما يستعجل شاف له مباراه مباراتين وقال تعاقدوا، ما لا، يشوف له مباريات، يشوف له موسم، يراجع سي في القديم، يجيب محترف صح. فما اتوقع ان العنابي راح يستغني عن لعيبته. عموما يعني اليوم مشاهدينا خاصه عشاق كره اليد على موعد بانتهاء موسم كرة اليد في موسم 2016-2017 بإقامة مباراتين اليوم، مباراة الأولى الساعة 5 راح تكون مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس الاتحاد الكويتي لكرة اليد، وأيضا الساعة 6:30 إن شاء الله راح تكون المباراة النهائية وتحديد البطل في هذه الكأس، وراح تجمع القرين والكويت، ويعني راح نعيد ونستذكر فيها يمكن أخوي خالد يعني ما كان يقدم على ساحة كرة اليد الكويتية بين العملاقين القرين والكويت في السنوات السابقة. طبعا هذا نهائي الثالث على التوالي للكاس بين هالفريقين. الكويت آخر هزيمة له كانت يونيو 2013، آخر هزيمة ليد الكويت كانت على يد القرين، فعلى مدار موسمين أو 3 مواسم كان العميد ينتقم من هذه الخسارة. طبعا فريقين قويين وصلوا النهائي، يستحقون الوصول للنهائي، يملكون عناصر خبرة، أجهزة فنية ممتازة ومتميزة، الكويت يقودها الجزائري سعيد حجازي، القرين مدرب المصري محمد عبد المعطي. أتوقع راح تكون مباراة قوية بين الطرفين لما يملكونه من صف ثاني
وقوة ضاربة في الخط الخلفي، إضافة إلى تميز حراس المرمى بالفريقين. يعني المباراة اللي طافت احنا القرين اللي فوز على العربي قبل النهائي، حارس حمد الرشيدي الحارس المخضرم مسي عليه بالخير. الكويت عنده أحمد الفرحان وعنده سلمان مزعل من أفضل الحراس على مستوى الكويت. أضف إلى ذلك أن الفريقين لديهم مثل ما قلت لك خط ثاني واحتياط ممكن أنه يطول بعمر المباراة أو ما يخلي هناك جهد أو أنه تحسم المباراة مسبقاً أو من خلال الشوط الأول. ذكرت أنت فريق العربي، والآن اليوم العربي والصليبخات يلعبون على مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. شو رايك بمستويات الفريقين خاصه العربي في الاونه الاخيره بعد استلام المدرب الجديد في نهايه بطوله الدوري؟ العربي بدايه الموسم كان يدرب الوطني وليد عايش وقدم مستوى جيد مع العربي، الا ان الفريق ما كان يفقد اللياقه البدنيه، كان يفقد وجود الصف الثاني الاحتياط على البنش وعدم الالتزام بالتمارين. يعني وعدم الالتزام بالتمارين، نعم، يعني هذه المشكله كان يعاني منها كابتن وليد، ونزلنا له كذا مره تصريح الامور. صحيح. هذه اعتذر كابتن وليد عن الاستمرار مع العربي لظروف خاصه. تعاقد العربي مع مدرب ماجيك سلوفيني، ماجيك طبعا ماجيك معروف له سي في كبير في المنطقه، درب منتخب ايران، درب منتخب قطر، درب منتخب البحرين، عمل توليفه حلوه وصعد لعيبه من مراحل من فريق الشباب، منهم البارز فواز عبد الجليل. بعد التوليفه هذه، لكن مشكله العرب ان ماجيك استلم والعربي هابط درجه اولى. صحيح. يعني لو كان بدايه الموسم ممكن تشوفها بالممتاز، لكن مع ذلك استطاع تحقيق لقب بطوله دوري الدرجه الاولى، واستطاع ان يصل الى قبل نهائي الكاس. يعني هذا انجاز يحسب للنادي العربي ولاداره بقياده كابتن رائد الزعابي والدعم الكبير للفريق. ونتمنى، انا اتوقع هم على فكره هم جددوا مع السوفيني ماجيك، يعني اتوقع الموسم الجاي راح يبدا، من المفروض انه يجدد، اي راح يبدا بقوه من بدايه الموسم. واتوقع من الان اقول لك العربي مع ماجيك راح يكون في الدوري الممتاز. بالمقابل الطرف الاخر فريق الصليبخات وفريق المدرب عباس طه. عباس طه يعطي العافيه المسي عليه بالخير ابو مشاري. عباس طه يعاني من نقص الدعم، ما عنده دعم من اداره النادي، ما عنده لعيبه صف ثاني. يعني في كرة اليد أبو فواز اللاعب لازم على مدار 60 دقيقة لازم يكون له بديل يريحه. صحيح. أما 60 دقيقة بيلعب، لا هذه ما يقدر، يعني تلاقيه بنص الشوط الثاني خلاص انهار. صحيح. وهذا اللي نشوفه في بعض الفرق، يعني اللي ما تعد الفرق لعيبتها بشكل جيد وما عندها صف ثاني. عباس طه ما شاء الله عليه يعطيه العافية أبو مشاري، بظل قلة الدعم وقلة وندرة اللعيبة الموجودين حاليا استطاع أنه يوصل إلى قبل نهائي الكاس. هل هذا المستوى الحقيقي اللي مفروض يكون فيه العربي والصليبخات؟ ما هو المستوى اللي كانوا فيه او في سلم الترتيب اللي كان موجود؟ نعم فيه. نعم. في الدوري نعم. فواز الصليبخات لو كان عنده لعيبه، خاصه اثر عليه غياب فيصل سيوان الاصابه طول الموسم، لو كان موجود وكامل قوه الصليبخات، لا كان راح تكون له كلمه ثانيه. انا هني ابشيد ابو فواز في المدربين الوطنيين الموسم هذا، بصراحه اثبتوا مكانتهم وضعوا بصمة في الدوري والكاس. نرى أن ثاني الدوري خالد الملا مع السالمية، ثالث الدوري خلدون الخشتي، ثلاث مدربين، رابع الدوري سالم أنس مع برقان. يعني إنجاز جدا ممتاز. ولولا ظروف فريق النصر اللي يقوده مناور دهش وصليبي خاتم شاري بومشاري عباس طه، راح تشوف الفرق هذه مراكز متقدمة. خل نروح لي أيضا فريق آخر، فريق الكويت، لكن هذه المرة فريق كرة السلة وحصوله على ثنائية الدوري والكاس وتكريم يعني إدارة نادي الكويت لهذا الفريق بأن يعني بكفاءات مجزية، مجلس إدارة خصص 6000 دينار لكل لاعب. أول شيء نحب نبارك لسلة العميد تحقيق الثنائية، يستاهلون، ونشيد في إدارة مجلس إدارة نادي الكويت والاستاذ خالد الغانم الداعم الكبير لجميع فرق النادي نائب الرئيس. انا اشوف 6000 يستاهلون هاللعيبه وشوي عليهم بعد، يعني ومحمد حتى كرم اليد العام 6000، والسنه هذه عطوا الطايره 6000. اللي قاعد يحصل في نادي الكويت ثوره رياضيه، حققوا 3 بطولات في القدم، 3 بطولات في الطايره، بطولتين في السله، بطل دوري اليد، واليوم يلعب على نهائي الكاس وباقي ينافس على نهائي القدم. يعني اذا حقق بطوله كاس اليد ودوري فيفا اتوقع انه انجاز عالمي لم يسبقه له احد من قبل. يعني ما راح يكون مستغرب، لانه قاعد هو النادي الوحيد تقريبا اللي قاعد يمشي بطريقه احترافيه يا اخوي خالد. نعم، ما مو مستغرب، يعني الكويت
على مثل ما قلت بفواز يعمل طريقة احترافية ودعم كبير من الإدارة ومن رجالات النادي. يعني هذا اللي تفتقده باقي الأندية، أو ما نقول كل الأندية، الأندية الكبيرة ما قاعد نشوف نفس أول رجالات النادي وأعضاء الجميع العمومي قاعد يدعمون. بصراحة الكويت قاعد يسبب إحراج حق باقي الأندية وإدارات مجالس إدارة الأندية بيبون قاعد يقدم حق اللاعبين. طبعًا طبعًا بفواز، الدليل إنه في أكثر من لاعب حاليًا الموسم هذا ما لعبوا مع أنديتهم لأن جتهم عروض من نادي الكويت، فحتى نادية ما عوضه، فهذا سبب لهم إحراج كثير. يعني أتوقع أن حتى بالانتخابات الجاية راح تتغير أمور كثيرة. عموما يعني إحنا نتمنى اليوم خاصة عشاق كرة اليد يشوفون مباريات، وأتمنى يعني أيضا يعني دعوة للجماهير للحضور في صالة الشهيد فهد الأحمد بالدعية، لأن المباراتين يعني مباريات قوية إن شاء الله في ختام موسم كرة اليد. عموما في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر الصحفي في جريدة السياسة الأستاذ خالد العنزي، نشكر على تواجدك معنا. العفو، نتمنى إن شاء الله نلقاك في حلقات قادمة. يعطيكم العافية. أنا مستمر معكم مشاهدينا، لكن بعد الفاصل نذهب إلى الصحافة العربية، فابقوا معنا. في فقرة الصحافة العربية مشاهدينا الكرام نذهب إلى قطر بالبداية، حيث تمكن فرسان الخور من حجز موقعهم في ربع نهائي كأس أمير قطر لكرة القدم، حيث تمكن الفرسان من عبور فريق السيلية في مباراة ماراثونية لم تحسم نتيجتها إلا بالضربات الترجيحية. وبالتحول لآخر تطورات الكرة التونسية، فقد أعلن المدرب التونسي السابق لمنتخبنا الوطني استلامه رسميا مهمة قيادة نسور قرطاج خلفا للمدرب الفرنسي الذي أقيل مؤخرا. تأهل الخور إلى ربع نهائي بطولة كأس أمير قطر بعد الفوز على السيلية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق على ملعب حمد بن خليفة بالنادي الأهلي. ويواجه الخور الأخوية في الدور ربع النهائي من البطولة، وأحرز هدفي الخور ماديسون وبيسمان خوبياري، فيما سجل هدفي السيلية تيمور خوجا. أعلن المدرب السابق لمنتخب الكويت في كرة القدم نبيل معلول عن أنه جرى تعيينه مدربا لمنتخب بلاده خلفا للفرنسي من أصل بولندي هنري كاسبر جاك الذي أقيل أخيرا. وكتب معلول عبر حسابه في أحد المواقع التواصل الاجتماعي: بمشيئة الله وفضله تم تعييني مدربا لمنتخب تونس في مهمة وطنية، نسأل الله التوفيق فيها. إذن مشاهدينا هذه أبرز الأخبار العربية، بعد الفاصل نذهب إلى الصحافة العالمية. انتهت معركة الاتحاد بين الجارين اللدودين بالتعادل السلبي، ليخرج الفيلسوف الإسباني ويتحدث عن أجواء الديربي المثير مبينا أنه راض عن النتيجة، فيما كشفت الصحف عن الرقم الذي سيرتدي هداف المونديال في حال تركه الملكي وانتقاله إلى مسرح الأحلام. أكد مدرب مان سيتي بيب غوارديولا على رضاه بأداء لاعبيه رغم التعادل السلبي أمام مانشستر يونايتد، وقال غوارديولا: أنا راض عن الأداء رغم عدم تحقيق الفوز، لكني سعيد بتواجدي مع هذه المجموعة من اللاعبين، وأردف: أعرف مدى صعوبة اللعب أمام فريق بحجم اليونايتد نظرا لقوتهم وامتلاكهم لاعبين ذوي سرعات كبيرة في الهجوم. وقع اختيار الدولي الكولومبي جيمس رودريغيز لاعب ريال مدريد على القميص رقم 10 في حالة إتمام انتقاله إلى مانشستر يونايتد، وذكرت صحيفة إكسبريس أن جوزيه مورينيو طلب من ناديه سرعة إنهاء صفقة انتقال رودريغيز في الصيف المقبل، ومن المقرر أن يرتدي جيمس القميص رقم 10 مع اليونايتد مع قرب رحيل واين روني عن ملعب أولد ترافورد.
أفادت وسائل الإعلام بأن ذئاب العاصمة الإيطالية توصلوا إلى اتفاق مع أتلانتا للحصول على خدمات النجم الإيفواري، بيد أن هناك عائق لإتمام الصفقة المميزة. وأخيرا يحاول المرينجي الفوز بتوقيع ظهير أيسر البافاري كما بيّنت الأخبار القادمة من العملاق الأبيض. كشفت بعض التقارير أن نادي روما وصل إلى اتفاق مع أتلانتا الإيطالي حول رسوم نقل الوعد فرانك كيسيه إلى الجيالاروسي. وأفادت الأنباء أن الناديين اتفقوا على نقل كيسيه لصفوف روما مقابل 30 مليون يورو، ولكن نقطة الخلاف الوحيدة الآن هي راتب اللاعب، حيث أن روما مستعد لدفع 1,200,000 يورو بالإضافة إلى المكافآت، في حين أن كيسيه يريد 2 مليون سنوياً. أفادت بعض التقارير أن ريال مدريد يضع عينه على ضم الدول النمساوي دافيد ألبا الظهير الأيسر لبايرن ميونخ في الصيف المقبل. وكشفت صحيفة أس أن فلورنتينو بيريز يريد جلب اللاعب إلى ملعب سانتياغو برنابيو. وقالت الصحيفة أن المدرب الفرنسي زيدان يريد أيضا التعاقد مع اللاعب ليعزز دفاع الفريق في ظل رحيل الدولي البرتغالي فابيو كوينتراو في نهاية الموسم الحالي. إذن مشاهدينا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج عالم الصحافة. في الغد إن شاء الله لنا لقاء جديد وجولة جديدة من الأخبار الرياضية في عالم الصحافة الرياضية. في أمان الله.